شيء أثار حيرتي الشخصية الشديدة. لماذا يوصي علماء كبار أجلاء نبلاء من علمائنا بحرق كتبهم، أو يقومون هم بهذه المهمة الفظيعة، يحرقون كتبهم عند الموت من عند آخرها؟ شيء محير جدا جدا وسيء. يعني في وقعة الحرة حين اجتاحت جيوش يزيد بن معاوية المدينة المنورة، يقول هشام ابن عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير متوفى سنة 91 للهجرة رضوان الله عليه، يقول هشام ابنه: أحرق أبي كتبه، كان لديه كتب فقه كما يقول الذهبي، فأحرقها. طبعا الجواب واضح، لماذا يحرقها؟ واضح أن هذه الكتب الحكمية الفقهية كان فيها ماذا؟ تنظيرات ومقررات علمية ضد ماذا؟ ضد الاستبداد الأموي، وأحاديث وأثار ربما. فطبعا لو وقعوا عليها أعدموا إيه؟ عروة وذرية عروة. فماذا فعل مسكين؟ أحرقها. في علوم وضيعت وضيعت لا تستطيع أن تستظهر بها، معناها علوم شرعية، وهذا عروة بن الزبير، عروة بن الزبير فأحرقها. يقول هشام ابنه: ثم ندم بعد ذلك وكان يقول: لوددت أني فديتها بأهلي وولدي لكن أحرقتها. هذا مفهوم. لكن أبو العمر ابن العلاء زبان رضوان الله عليه، أحد القراء السبعة، أحد القراء السبعة، والعالم اللغوي منقطع النظير، معروف أبو عمر ابن العلاء رضوان الله عليه، هذا يقول عنه المؤرخون: كانت مكتبته ملء بيته حتى السقف، حتى السقف غرفة كاملة كلها كتب. لما دانت وفاته أحرقها من عند آخرها، فلم يدع فيها كتابا. السؤال لماذا؟ ابن الجعابي المعاصر لأبي الحسن الدارقطني وصديقه، إمام كبير ومحدث وعلامة، ابن الجعابي نفس الشيء، لما أحس بقرب إيه؟ ترحله، بقرب وفاته أيها الإخوة، وكان أوصى بحرق مكتبته، أوصى ابنه، إلا أنه قام هو، هذا سنة 355 للهجرة، وكان أبو الحسن الدارقطني في بيته في تلك الليلة، بدأ يعطي كتبه طعمة للنار، أحرقها أيضا من عند آخرها، وكان من ضمنها أيها الإخوة كتب احتوت على 200,000 حديث نبوي يرويها هو. ليش؟ في سؤال شيء غريبة هنا، لماذا تحرق الكتب بما فيها كتب الأحاديث ومئتي ألف حديث؟ لن أجيب الآن، فقط أطرحه للتساؤل، تساؤلوا ولابد أن نحاول أن نجد جوابا، أنا عندي احتمالات للجواب، شيء غريب. يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه: وكان لبعض الناس كتب وأجزاء عنده. أبو الحسن ابن البواب كان له عند ابن الجعابي 150 جزءا فذهبت في الحريق، أحرق كتب الناس أيضا. طب لماذا؟ كتبك إيه؟ أنت يحر بها، تتصرف كما تشاء، لماذا تحرق كتب الناس؟ لماذا؟ سؤال. الإمام السيرافي الشارح الشهير لكتاب إيه؟ سيبويه، معروف السيرافي له شرح مشهور جدا جدا، نفس الشيء، أوصى ابنه قال: هذه كتب تركتها لك يا بني، فإن رأيت فيها الخير وإلا فاحرقها. أبو حيان التوحيدي مفهوم، لماذا؟ المتوفى سنة 400، أبو حيان غلبت عليه الكآبة وربما السوداء، ميلانكوليا كما يقال، لأن الناس لم يعطوه المسكين، وعاش محروما على أنه جاحظ عصره، كاتب وأديب وصاحب قلم وفكر سيال، الله يرحمه ويغفر له، عليه شبهات الرجل، فربما غلبت عليه الكآبة والسوداء فأحرق كتبه كلها، يعني ما وصلنا من كتبه وهو كثير جدا. هذا إيه؟ بعض الذي نجا، وبعض الذي ألفه بعد أن أحرق إيه؟ كتبه في آخر حياته.